ورحب بحضراتكم في الفقرة الأخيرة زي ما كنا بننوه. هتكون معانا دكتور ريام الحياوي وهي استشاري التغذية العلاجية، وملف مختلف هنتكلم عن خمول الغدة الدرقية وهي أصل الغدة الدرقية ومسؤولة عن إيه، ولما بيحصل لها خمول ده هل بيؤثر على نسبة الحرق في الجسم ولا لأ، نعالج ده إزاي، نعمل إيه يا دكتور ريام؟ صباح الفل. صباح الفل بجد، منورانا والله. ميرسي يا حبيبتي. يعني موضوع مهم جدا جدا، لأن في بقى نقطة هنتكلم فيها النهاردة مش ناس كتير تعرفها، فحابه ان احنا نوضحها النهارده. اتفضل. الغده الدرقيه من اهم الغدد في الجسم، هي المايسترو. عايز اقول لك بقى هي المايسترو، مش ناس كتير عارفه المعلومه دي، وان هرمون الثايرويد هو متحكم بدور كبير جدا في معدل الحرق. أوكي. فده حاجه ما ينفعش نغفل عنها. طب مش بس كده، المعلومه اللي مش ناس كتير تعرفها ايه هي؟ المشكله دايما مش بتكون في الغده نفسها، بتكون في حاجات تانية بتؤثر بطريقة قوية جدا على الغدة. فناس بتعمل التحليل تلاقي ان هرمون الثايرويد عندها كويس معقول، لكن هي عندها مشاكل تانية في الجسم، سواء في الكبد او في الغدة الكظرية اللي هي فوق الكلى، او في معدل الاستروجين انه عالي عند الرجال او السيدات. على فكرة وارد ان ده بيحصل بعيدا عن الجزء الطبيعي، يعني احنا كسيدات الاستروجين عندنا في جزء معين في وقت معين من الشهر مع الدورة الشهرية بيعلى شوية، ده جزء طبيعي ربنا خلقه. لكن في زيادة غير طبيعية بتحصل عند ناس كتير، يعني هو نتيجة ان هم ياخدوا الصويا، سواء فول الصويا، لبن الصويا، جبنة التوفو لبن الصويا، من باب ان دي حاجة يعني اسلوب حياة افضل شوية، ان انا اخد مصدر بروتين بصورة نباتية. أوكي. فده بيعلي الاستروجين وبيكونوا مش عارفين خالص ان ده تأثيره ايه بقى؟ تأثيره ان الغدة بتطلع الهرمون اللي هو الثيرويد، بس للأسف ما بيروحش يتنشط في الكبد بالطريقة الطبيعية، او ما بيروحش للأماكن الطبيعية المفروض يشتغل فيها، فبتأثر علينا تأثير سلبي جدا. اللي هو بيتقال الميتابوليزم بسيط، حرق بسيط. مع ان الغده شغاله، اللي هي الغده الدرقيه والثايرويد بيطلع عادي جدا، بس عندك خلل من الثلاثه اللي انا قلتهم في جسمك، فانت بتدوري في حته ومش فاهمه انت ايه. الغده كويسه يا دكتوره، انا ليه ما بحرقش؟ عشان غالبا لو انا مش بتعامل مع دكتور يعني يقدر يحلل جسمي بطريقه فعلا فاهم ان في يا جماعه ان الغده دي مرتبطه ارتباط وثيق بالثلاث عناصر دول، فابتدي اعمل فحوصات ادور ورا الحاجات دي، لان بنسبه كبيره هيكون فيها مشكله هنا. طب ايه الفرق ما بين السمنه والغده الدرقيه والشعور بالخمول؟ يعني الثلاثه بتهيألي ممكن يكونوا مرتبطين وبيعاني منها فئه كبيره من الناس. جدا، لان انا لو الغده نفسها فيها خمول، في السيناريو بقى الثاني ان انا الغده نفسها فيها خمول، عندنا يا غده نشيطه يا غده خامله. طب الخامله دي بتعمل ايه؟ زي كلمه خاملة. هتلاقي دايما نقص الهرمون ده، الحرق عندك فيه خمول ضعيف، جسمك في حاله سلاج. سلاج يعني ايه؟ حاجه واقفه ما بتتحركش حرفيا، بيبقى ده التشبيه الحقيقي. عندك خمول مش قادره تتحركي، عندك اوجاع دايما في جسمك، فانت تعبانه طول الوقت، مش نشيطه خالص، بتنامي فترات اطول، شهيتك مفتوحه وبتاكلي اكتر. والعكس صحيح للناس الغده عندهم نشيطه، هتلاقي كل اللي انا قلته العكس تماما، بياكلوا مش باين عليهم، هايبر اكتف، كل ده بيكون موجود. طيب يبقى ده الجزء اللي مرتبط زي ما انت قلتي بحاله التعب، وفي نفس الوقت الحرق القليل، وبالتالي مرتبط السمنة اللي بنلاقيها عند معظم الناس. هو الناس اللي بتاكل 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 دي وما بتتخنش، ده بيبقى اللي هم موجودين يعني وسطنا وبحسهم من المحظوظين. أيوه. بس ده بيبقى عندهم الغده يعني سليمه بنسبه كام، ولا معدل الحرق بيبقى وراثي هو مولود كده؟ بصي، اسبابها برضو مش حاجه واحده، بس طبعا لو احنا دلوقتي النهارده بنتكلم عن الغده، فبالتالي الناس اللي عندها الغده يعني هو نشطه وزايده نشاطها اكتف، هتلاقي طبعا حرقهم عالي جدا جدا، بدليل ان هم بياكلوا كميات كبيره من الاكل لو قادرين، لان برضو زي ما قلت لك شهيتهم مش دايما بتكون مفتوحه. بس هو لو قادر ياكل كمية أكل كويسة بيحرقها بصورة عالية جدا حتى من غير أي رياضة، وهو هايبر أكتف، هو مش بيعمل رياضة من أجل الرياضة، بس هو حركته العادية اليومية بتحرق جامد جدا، وجسمهم بيحرق حتى هم قاعدين. والأوفر ثينكرز، الناس بتفكر كتير برضو، ده ممكن يكون نسبة الحرق ليه علاقة ولا؟ بعض الناس لأن للأسف برضو الناس الأوفر ثينكرز، أو خلينا نقول بقى الستريس كنا لسه بنتكلم ان الغده الكظريه اللي هي فوق الكلى اللي لسه قايلين من شويه ان هي بتؤدي الى خمول الغده الدرقيه او الثايرويد. للاسف بقى الستريس وتفكيري كتير يا نهوان، ممكن تكوني انت ما بتاكليش كتير لو انت شهيتك مش مفتوحه وعندك مشكله في الستريس، بتاثر على الغده دي، بترفلكت على طول على الثايرويد ان هي تقلل يعني بتقلل نشاطها وحرق الجسم. فالناس اللي عندها ستريس الطبيعي ان حرقها يكون مش حلو، مش افضل، يعني يتخنوا اصلا. بالظبط. هو بس الفرق الوحيد ان انت لو شخص بيبقى عندك ستريس فما بتاكليش، ما عندكيش ايموشنال ايتنج، فانت بتبقي متوتره ومتضايقه فاكلك بيقل عشان مالكيش نفس، ده الشخص الوحيد غالبا اللي بيخس. غير كده او لو طبعا
يعني ربنا يعافي الجميع. الاسترس ادى الى السكر، في ناس كتير خلي بالك بيجي لها ستريس جامد جدا، ده ضمن الحاجات الاساسيه ان الناس تصاب بالسكر النوع الثاني. يقول لك انا يا دكتور اكلي صحي، بلعب رياضه، بس انا شغلتي فيها ستريس جامد جدا، ما كنتش اعرف ان انا عندي السكر، اكتشفت ان انا عندي السكر. فده برضو السيناريو اللي بيخسس ده يعني زي افه بشعه بالظبط يعني كده. ممكن يؤثر، بس دايما بيقولوا ان الصحه النفسيه ما لا يعني ما ينفعش ان انت حتى تفصليها عن الصحه البدنيه، بالعكس ده مكمله ليها. لو الواحد صحته النفسيه كويسه وعنده مشكله عضويه ممكن ان هي كمان تجيب نتيجه ايجابيه. ده يعني جدا عايز اقول لك انا يعني الحمد لله بقالي 12 سنه بتعامل مع مرضى الاورام بريت عالي جدا. احنا الجزء السايكولوجي عامه في نسبه تعافي من الاورام خصوصا لما يكون هي الحمد لله نسبه البروجنوزس فيها كويس، عايز اقول لك بيفرق بنسبه 60% تقريبا، مش اقل من كده، مش 50 حتى في المية. فلا المعلومه دي حقيقيه جدا. طيب.